السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب تالتة ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة اختبر نفسك على الدعامة في النبات وكمان الدعامة في الإنسان. يلا نبدأ بسم الله. أول سؤال هنا في الدعامة في النبات بيقول لي: أي الرسومات البيانية التالية يعبر عن التغير في الدعامة الفسيولوجية لخلايا نبات أرز مزروع في تربة طينية مغمورة بالمياه، يعني مروية مية، خلال الساعات الأولى من النهار؟ طبعا احنا كنا اخدنا في كيبوين هنا اهو ان بتتاثر الدعامه الفسيولوجيه في النبات بعده عمليات حيويه، ومنها عمليه الامتصاص. طبعا كل ما يزيد معدل امتصاص الماء كل ما الفجوات العصاريه هتمتلئ بالماء ويبقى النبات اكتسب دعامه فسيولوجيه، وعمليه البناء الضوئي زي ما هنشرح دلوقتي، وعمليه النتح اساسا اخدناها من تانيه ثانوي ان هي في قوه الشد الناشئه عن النتح. طيب نشوف كده، بيقول لي: كلما زاد معدل البناء الضوئي، طبعا عارفين ان في عمليه البناء الضوئي خدنا المعادله بتاعته السنه اللي فاتت وقلنا ان بيتحد ثاني اكسيد الكربون مع الماء لتكوين سكر الجلوكوز اللي هو غذاء النبات وبيخرج غاز الاكسجين. فهنا كل ما يزيد معدل البناء الضوئي هتزيد عمليه امتصاص الماء والاملاح، لان الماء لازم لعمليه البناء الضوئي، فبيتم زياده امتصاص الماء والاملاح من التربه، وبالتالي بتزيد كميه الميه المفقوده من النبات. كل ما النبات بيمتص ميه كتير كل ما بيخرج ميه كتير من الصغور مثلا بتاعه الاوراق زي النتح الصغري اللي اخدناه السنه اللي فاتت، فبيزيد من فقد الماء عن طريق عمليه النتح، فبيبتدي النبات عايز بقى يعوض الميه اللي فقدها، فيقوم النبات بتعويض الماء المفقود عن طريق امتصاص الماء من التربه، مما يزيد من الدعامه الفسيولوجيه. يبقى احنا كده بنستنتج ان العوامل دي كلها، عمليه الامتصاص وعمليه البناء الضوئي وعمليه النتح، كلهم علاقات طرديه مع الدعامه الفسيولوجيه. كل ما بتزيد العمليات دي بتزيد معاها الدعامه الفسيولوجيه. واداني ملحوظه كمان وقال ان السكريات اللي بتنتج عن عمليه البناء الضوئي هي اللي بتزود تركيز العصاره الخلويه او العصير الخلوي اللي في الفجوه العصاريه، مما يؤدي الى انتقال الماء اليها بالخاصيه الاسموزيه، فبيزيد برده من الدعامه الفسيولوجيه للخلايا. فاحنا الرسم دلوقتي بيعبر ان بمرور الوقت النبات ده موجود في تربه مغموره بالمياه هيزيد امتصاص الماء، وبالتالي هيزيد من الدعامه الفسيولوجيه، فتبقى العلاقه طرديه والاجابه تبقى الف. طب نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي: اي العبارات التاليه صحيحه: تتاثر الدعامه الفسيولوجيه بتركيز الماء في التربه؟ طبعا. ليه؟ كل ما يزيد تركيز الماء في التربه كل ما ينتقل الماء للفجوه العصاريه بالخاصيه الاسموزيه، ومن ثم يكتسب النبات دعامه فسيولوجيه. طب لو قل تركيز الماء؟ لا، لو قل تركيز الماء بيفقد النبات ميه للتربه، وده بيبقى فقد في الدعامه الفسيولوجيه، فطبعا بتاثر. بيقول لي: لا تتاثر الدعامه الفسيولوجيه بتركيز الاملاح داخل خلايا النبات؟ لا، بتتاثر طبعا. كل ما يكون تركيز الاملاح عالي داخل خلايا النبات بيزود من تركيز الفجوه العصاريه وبيساعد على سحب الماء بالخاصيه الاسموزيه، فما ينفعش يقول لي لا. تمام. تعتبر الدعامه الفسيولوجيه دعامه دائمه؟ لا، احنا قلنا دعامه مؤقته لانها تعتمد على امتلاء الخلايا بالماء. لما بتمتلئ الخلايا بالماء بتكتسب الدعامه الفسيولوجيه، ولما بيفقد النبات هذا الماء بيفقد الدعامه الفسيولوجيه، فعشان كده هي مش دائمه، هي مؤقته. تمام. طب تتناول الدعامه الفسيولوجيه اجزاء من الخليه؟ لا، احنا قلنا بتتناول الخليه نفسها ككل، كل الخليه. تمام. اجزاء من الخليه ده زي الدعامه التركيبيه، اما على الجدار الخلوي يا اما على الاجزاء من الجدار. تمام كده. طيب نكمل حل الاسئله. عندنا هنا سؤال بيقول لي: ادرس الانسجه النباتيه التاليه ثم اختر الاجابه الصحيحه. اول نسيج ده اسمه بارنشيم. تمام، نسيج بارنشيم. طب والنسيج التاني ده اسمه كولانشيم، وده التالت ده اسمه اسكالارنشيم اللي هو خلايا غير حيه. طيب وده دي بشرة مغطاة بالكيوتين، بشرة مغطاة بالكيوتين. تمام. بيقول لي: أي الأنسجة، قبل ما نقول الأسئلة برضو نوضح، النسيج البارنشيمي فيه دعامة فسيولوجية مؤقتة، تمام، لأنه هو بيحتوي على خلايا حية ويحتوي على فجوات عصارية. الجدار بتاعه رقيق ما لهوش اي ترسيبات، فعشان كده ما فيهوش دعامه تركيبيه. النسيج الكولانشيمي بيبقى فيه دعامه فسيولوجيه، بالاضافه انه كمان دعامه تركيبيه لان الجدران بتاعته مغلظه، تغليظ غير منتظم من ماده السليولوز. النسيج الاسكالرانشيمي خلايا غير حيه، دعامه تركيبيه فقط نتيجه تغليظ اللجنين. هنا البشره دي بنقول ان هو الكيوتين اللي عليها ده دعامه تركيبيه، والخلايا بتاعت الخلايا طبقه البشره بتبقى خلايا برانشيميه ففيها دعامه فسيولوجية. بما ان الكيوتين بيمنع نفاذ الماء فهو بيحافظ على الدعامه الايه الفسيولوجيه، يعني يعتبر تركيبيه وفسيولوجيه معا زي النسيج الكولانشيمي. فبيقول لي: اي الانسجه من المتوقع تواجده في سيقان نبات الالوديا المائي؟
طيب احنا عندنا هنا نبات مائي، النبات المائي ده يعني موجود في المية، فيبقى دعامته في الأساس دعامة فسيولوجية، يعني هيدخله الماء بالخاصية الايه؟ الخاصية الأسموزية علشان يكتسب الدعام. فعندنا هنا النسيج البرانشيمي هو اللي هيبقى موجود في سقان نبات الإيلوديا. ليه؟ لأن الساق، لو أنتوا تفتكروا كده تركيب الساق، كنا أول حاجة قلنا في الساق لما خدنا قطاع عرضي السنة اللي فاتت بيبقى طبقة البشرة، وطبقة البشرة دي بتبقى عبارة عن نسيج برانشيمي، فعشان كده هناخد الإجابة بتاعتنا واحد اللي هي ألف. السؤال الثاني بيقول لي أي الأنسجة يتميز بدعامة فسيولوجية وتركيبية معا؟ وضحناها، قلنا اتنين وأربعة. اتنين كولانشيمي ده دعامة فسيولوجية بالإضافة عشان في فجوة عصارية وخلايا حية بالإضافة لترسبات السليولوز. وضحنا إن الكيوتين اللي موجود هنا ده دعامة تركيبية وبيحافظ على الدعامة الفسيولوجية بتاعة الخلايا البرانشيمية الموجودة في البشرة، فهتبقى إجابتنا اتنين وأربعة هما الدعامة فسيولوجية وتركيبية معا. سؤال هنا ثلاثة، أي الأنسجة يساعد في إكساب أوراق نبات الصبار دعامة تركيبية؟ تمام، أوراق نبات الصبار، نبات الصبار ده نبات صحراوي، بيبقى إيه اللي بيديله الدعامة التركيبية؟ إن فيه بيبقى عليه طبقة كيوتين سميكة، فإحنا هنختار الشكل رقم أربعة عشان دي بتمنع نفاذ الماء. طيب سؤال أربعة هنا بيقول لي أي الأنسجة لا تتأثر دعامته بنقص محتوى التربة من الماء؟ يعني لو حتى التربة المية قلت فيها ما يتأثرش، أكيد النسيج الإسكرانشيمي لأن خلايا غير حية لا يحتوي على بروتوبلازم، يعني مفهوش فجوة عصارية يدخلها الماء، فهو اللي ما يتأثرش، يبقى الإجابة هتبقى جيم رقم 3. نكمل نشوف بقى، احنا كده خلصنا أسئلة الدعامة في النبات، نشوف بقى أسئلة الدعامة في الإنسان. نشوف كده الجزء ده بيقول لي هنا الشكل المقابل يمثل إحدى الفقرات الظهرية، ما التراكيب التي يتصل من خلالها الضلع بهذه الفقرة؟ طبعا احنا عارفين من التعريف ان الضلع بيتصل بالفقرة عن طريق ايه؟ جسم الفقرة ونتوءها المستعرض، اهو تعريف الضلع اهو، عظمة مقوسة تنحني الى اسفل وتتصل من الخلف بجسم الفقرة العظمية ونتوءها المستعرض. طيب الشكل هنا هو جايب لي منظر جانبي، طيب ده كده كله جسم الفقرة، والجزء ده جزء من جسم الفقرة اللي عن طريقه بتتصل بالضلع، يبقى احنا نقول واحد ده جسم الفقرة، تمام؟ اللي بيمشي على، طبعا جسم احنا عندنا بيطلع من الفقرة هنا نتوءات مستعرضة، فاللي معاها على نفس الامتداد اللي هو رقم ثلاثة ده نتوء مستعرض، واحنا عارفين ان النتوء المستعرض بيحمل نتوء مفصلي امامي، فاحنا هيبقى هنا رقم اتنين ده نتوء مفصلي امامي. طيب وعندنا الزائدة العظمية المائلة لأسفل رقم أربعة دي نتوء شوكي، وعارفين إن النتوء الشوكي بيحمل رقم خمسة ده اللي هو نتوء مفصلي خلفي، تمام؟ نتوء، تمام. يبقى أنا دلوقتي عايز إيه؟ عايز هنا اتصال الفقرة مع الضلع، أقوله من خلال جسم الفقرة ونتوءها المستعرض، ونتوءها مين؟ المستعرض، يعني نختار مين؟ واحد وتلاتة، يبقى إجابتي بقى. نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي الشكلان التاليان يمثلان جزئين من الهيكل العظمي الإنسان. طبعا جايب لي أول فقرة عنقية، تمام، وجايب لي هنا رسمة الجمجمة. بيقول لي أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة لهذين الشكلان؟ بيقول لي الشكل واحد بينتمي للهيكل المحوري، آه طبعا، والشكل اتنين بينتمي للهيكل الطرفي، لا، واتنين كمان اللي هو الجمجمة تبع الهيكل المحوري، لأن الهيكل المحوري عبارة عن الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري، تمام. الشكل اتنين، الشكل اتنين اللي هو الجمجمة يتصل بالشكل واحد اللي هي الفقرة عن طريق النتوءات المستعرضة، لا احنا حتى لسه قايلين دلوقتي الاتصال عن طريق النتوءات المستعرضة بيبقى هي زي هنا مثلا لو عندنا فقرة ظهرية وضلع، بتمسك الفقرة الظهرية في الضلع عن طريق ايه؟ جسم الفقرة ونتوءها المستعرض، يبقى غلط. كل من الشكل واحد والشكل اتنين يقوم بحماية الجهاز العصبي المركزي، اه دي اجابة صح. عارفين ليه؟ لان من هنا بيمر الحبل الشوكي، يبقى ده وظيفته حمايه مين؟ الحبل الشوكي. طب وهنا موجود ايه؟ المخ، يبقى ده وظيفته حمايه المخ، يبقى الاجابه دي مظبوط. الشكل واحد من مكونات القفص الصدري، لا ده من مكونات العمود الفقري، مش القفص الصدري، العمود الفقري. الشكل اتنين من مكونات الهيكل المحوري، اه يبقى الجزئيه الغلط كانت هنا، تمام كده. نكمل، في عندنا سؤال رقم 3 بيقول لي هنا الشكل المقابل يمثل جزء من العمود الفقري للإنسان، فإذا كانت الفقرة المشار إليها برقم واحد تتصل بالضلع الحادي عشر، فماذا تمثل الفقرة المشار إليها برقم اتنين؟ طب ما احنا عارفين لو هي متوصلة بالضلع رقم 11 يبقى دي الفقرة 18، يبقى اللي بعدها دي 19، يبقى اللي بعدها 20، يبقى اللي بعدها هنا 21.
طب أنا عندي 18 و19 آخر فقرتين في الفقرات الظهرية، و20 الأولى قطنية، و21 القطنية التانية. تمام كده؟ احنا خدنا في القفص الصدري اهو الضلع رقم 11 متصل بالفقر رقم 18، و12 متصل بالفقر رقم 19. تمام كده يا شباب؟ نكمل حل الأسئلة. عندنا هنا سؤال رقم 4 بيقول لي في الشكل المقابل أي الاختيارات التالية يعد صحيحا لوصف الجزء المشار إليه بالحرف سين. أبص كده على الحرف سين، هو مشاور لي هنا على الترقوة ومشاور لي على لوح الكتف. تمام، فبيقول لي الجزء ده عبارة عن منظر أمامي ولا منظر خلفي، وهل هو للحزام الصدري الأيمن ولا الحزام الصدري الأيسر. طب أعرفه إزاي؟ طالما عيني شافت الترقوة كاملة يبقى ده منظر أمامي، يبقى أي حاجة فيها منظر خلفي هتبقى غلط. تمام، يبقى احنا حددنا ان هو منظر أمامي. في الهيكل العظمي لو جبنا الرسمة بتاعت الهيكل العظمي هتلاقي المنظر الأمامي بتاع الهيكل العظمي اهو، ده المنظر الأمامي، شايفين معايا كده اهو المنظر الأمامي، هتلاقي الترقوة فيه بتكون كاملة غير المنظر الخلفي. المنظر الخلفي هنا اهو مفيش، جزء بس من الترقوة هو اللي بيكون ظاهر. يبقى أولا المنظر اللي قدامي ده منظر أمامي. طب أنا عايز أعرف أيمن ولا أيسر، حاجة من الاتنين قلناها قبل كده في الفيديوهات، يا إما عكس إيدك، يعني المفروض إن ده عندي إيدي الشمال، تمام؟ يبقى هو أقول عليه أيسر، لأ هو عكس إيدك، تقول إن هو أيمن، تمام؟ طب مش عارف يعني أو بتتلخبط كده، عادي ممكن تمسك الكتاب كده وتلف وتطبق على نفسك، لو إنت حطيت الكتاب ده كده على نفسك كده هتلاقي إن الجزء ده أهو بجهة اليمين، تمام؟ يبقى ده هيبقى منظر أمامي للحزام الصدري الأيمن. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لي هنا ما العظمة التي يمثلها التركيب سين في الوضع التشريحي الموضح بالشكل المقابل. طيب سين دي احنا عارفين ان المتصلة مع رزغ اليد اللي تحت دي الكعبرة، يبقى اللي فوق دي هي الزند، تمام؟ يبقى بالنسبة لي سين هي الزند، يبقى انا الاجابتين اللي فيهم الكعبرة مرفوضين، تمام؟ طب هل الزند في عظام الذراع الايمن ولا الزند في عظام الذراع الايسر؟ اهو احنا لو مسكنا كده طبقنا ادي ايدنا اليمين اهو عملنا كده، هتلاقيها الزند في عظام ذراعنا الايمن، تمام اهو، لان سبب الابهام بيمشي هنا مع مين؟ مع الكعبره. طيب نيجي هنا للسؤال رقم 3، بيقول لي في الشكل المقابل يوضح السهم حركه كف اليد 180 درجه، يعني حركه نصف دائريه، حركه نصف ايه؟ دائرية، نص دايرة. أي العظام التالية تعتمد عليها تلك الحركة؟ أولا احنا عندنا عظمة الزند ثابتة، واللي بتتحرك حركة نصف دائرية حول الزند الثابت هي عظمة الكعبرة، يبقى الإجابة إيه؟ ألف. تمام؟ نكمل. عندنا هنا سؤال رقم 5، أول نقطة فيه بيقول لي هنا إيه؟ أي العظام التالية يتصل بالجزء المشار إليه بالحرف سين؟ أولا لازم أعرف العظمة، العظمة دي عظمة الفخذ. عرفتها من ايه؟ الجزء بيبقى ليها رأس كبير شوية لان ده بيدخل في التجويف الحقي عشان يكون مفصل الفخذ. طب هنا طبعا بيبقى في مفصل الركبة وبيتصل معاها انها قصب مع عظمة مين؟ القصبة، تمام؟ طيب في هنا القصبة والشظية، اخد مين؟ لاخد القصبة، لان اتصال مع الشظية بيبقى الشظية متصلة بالفخذ عن طريق رباط جانبي هو اللي بيربطهم، زي ما هناخد بعد كده اهو اهو الاتصال، يعني الجزء سين هنا بالظبط، تمام معايا كده اهو، الجزء س بيبقى هنا اتصال مع القصبه، لكن الشاظيه بصوا كده اتصال الشاظيه مع عظمه الفخذ بيبقى عن طريق الرباط الجانبي ده، تمام؟ يبقى احنا هنا هنختار مين؟ القصبه. طب السؤال رقم 2 بيقول لي كم عدد العظام المكونه للشكل المقابل؟ انا عندي دي عظمه الحوض، انا عندي حرقوفه والعانه والورك، الثلاثه دول عظمه واحده وزيهم دول عظمه واحده، والخمس فقرات العجزية بعظمة، والأربع فقرات العصعصية بعظمة، يبقى اتنين عظمتين بتوع الحوض وكمان العظمتين اللي في نهاية العمود الفقري اللي هي بتاعة الفقرات العجزية وبتاعة الفقرات العصعصية، يبقى مجموعهم أربع عظام، تمام؟ طيب نيجي هنا للسؤال رقم 3 وبيقول لي أي مما يلي يمثل وجه اختلاف بين الشكلين المقابلين؟ نوع الهيكل المنتميان له؟ لا هم مش مختلفين لأن هما الاتنين تبع الهيكل العظمي. عدد العظام؟ عدد العظام ليه؟ ان عندي رزغ اليد هنا بيبقى فيه 8 عظام، لكن رزغ القدم بيبقى فيه 7 ايه؟ عظام. طب عدد الامشاط؟ لا هنا 5 وهنا 5، عدد السلميات هنا 14 وهنا 14، يبقى هما مختلفين بس في عدد العظام، تمام؟ طيب نكمل. عندنا هنا سؤال 6 بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه.
كم عدد العظام المكونة للمفصل المشار إليه بالحرف ص؟ أبص كده ألاقي مفصل الفخذ. طب مفصل الفخذ ده مكون من كم عظمة؟ من عظمتين. الإجابة ألف. طب ليه؟ إن إحنا قلنا إن العظمة بتاعة الحوض دي كلها الحرقوفة والعانة والوركة كلهم عظمة واحدة، ودي عظمة الفخذ، يبقى هو مكون من عظمتين فقط. تمام. طب نشوف السؤال رقم 2، ما مدى الحركة في المفصلين الزلاليين اللذان تدخل في تكوينهما العظمة التي أمامك؟ لسه واخدين العظمة دي، قلنا دي عظمة الفخذ، وبعرفها من الرأس ليها بيبقى طويل شوية كده، لأن ده بيدخل في التكوين في الحق، في التكوين في الحق علشان يعمل لنا مفصل الفخذ. فهنا بيقول لي عايز نوع المفصلين اللي بيدخلوا في تكوينهم العظمة التي أمامك، يعني من عند س مفصل إيه ومن عند ص مفصل إيه. طبعا هنا مفصل الفخذ، أقول هنا عند س بيبقى فيه مفصل الفخذ، ومفصل الفخذ ده واسع الحركة، وعند صاد هنا بيبقى فيه مفصل الركبة وده محدود الحركة. تمام. يبقى هنا بختار بقى محدودي الحركة عند كل من سين وصاد تبقى غلط. هو محدود الحركة عند مين؟ عند صاد بس، مش عند سين. واسع الحركة عند كل من سين وصاد؟ لا، هو واسع عند سين مش عند صاد. تمام كده. طب محدود الحركة عند سين وواسع الحركة عند صاد؟ لا، هو محدود الحركة عند صاد وواسع عند سين، يبقى دي ما تنفعش. واسع الحركة عند سين ومحدود الحركة عند صاد، يبقى ده اللي احنا قلناه. تمام. نشوف اخر سؤال معانا في اسئلة اختبر نفسك اهو، السؤال رقم 7 اللي هو مكون من جزئين. اول حاجة هنا بيقول لي من الشكل المقابل ماذا يمثل كل من التركيب المشار اليه بالحرف سين والمشار اليه بالحرف صاد على الترتيب؟ ابص الاقي سين بيربط لي الردفة بالعضلة بتاعت الفخذ، يبقى اللي بيربط عضلة بعظمة، سين ده عبارة عن ايه؟ وتر. ولكن صاد بيربط الردفة هنا بالقصبة، يبقى ده عبارة عن ايه؟ رباط. اللي بيربط عظمة بعظمة رباط، يبقى الاول وتر وبعد كده رباط، وتر وبعد كده رباط. الاجابة رقم ج. طب نشوف السؤال الاخير، من الشكل المقابل اي مما يلي يعبر عن التركيب س ص ع لام؟ طيب اولا س المقطوع ده وتر اخلي، يبقى انا اجابتي اهو كلهم فيهم وتر ما عدا باء، ماشي. طيب وصاد دي عظمة الكعب، عظمة الكعب موجودة معايا في الف ودال. تمام. طب وبعد كده ادي س ص لام، عين الاول عين عظمة القصبة، القصبة موجودة هنا، ولام العضلة، العضلة التوأمية او بطن الساق، يبقى اجابتي هتبقى دال. تمام كده يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.